بعض الاتهامات التي وجهها الداعية عبد الله بدر للفنانة إلهام شاهين على أحد القنوات الفضائية والتي أثارت مجموعة من السخط في الأوساط الفنية، قرر الفنان أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين بالحصول على حق الفنانة إلهام شاهين. وصرح عبد الغفور في حوار له مؤخرا أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الداعية عبد الله بدر وأوراق القضية في مكتب مستشار النقابة القانوني، وقد قدمت له تسجيلات الفيديو التي تحوي السب والقصف بحق الفنانة إلهام شاهين. إلا أننا ننتظر عودتها من السفر لتنتهي من عمل التوكيل القانوني لمستشار النقابة حتى يستطيع إقامة الدعوى. كذلك أوضح عبد الغفور أنها ليست القضية الوحيدة في هذا الشأن، حيث تعرضت الفنانة هالة فاخر لهجوم حاد على الهواء مباشرة من الداعية خالد عبد الله أثناء اشتراكها في برنامج الإعلامي مجد الجلاد، وهي بصدد رفع دعوى قضائية من خلال النقابة كما فعلت إلهام شاهين. كنت حنايل قوي يا اخويا. كيف حنايل يعني؟ تجوزني يا اخويا. ابتسامة حلوة بقى؟ السوستة. انا مسك لها السوستة وهستخبى ومش حبان والله. فين يا عم الحاج؟ فين انت؟ مسك يلا يا عم الحاج، انت كمان خلصنا. ايه الليلة دي؟ زي ليلتنا بالظبط. فاكرة يا فوزية؟ اسكي لي قناة.